السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا بصحه جيده. سمعوا الفريخ اش داير معكين في الشميشه حيح. اليوم كنت غاديه البنات نخيط جليباتي، ومعايا ابتسام ومريم تما باغيين يخيطوا، وكريمه عيطت لي اختي قالت لي انا جايه عندك في العشيه بيت عندك. المهم اختي شحال هادي ما بقاش عندي، من عيطت لي قالت لي انا جايه، وانا عارفه اختي عزاله المسمن ديالي، عزاله حريرتي، عزاله الحرشه، وعزاله خبز الطعام، ما كتكونش هي خبز الزنقه. المهم شوفوا غتلقاو واحد الروينه ما نصور عليكم، هي سيبورا راه هي. صافي نط بالزربه، درت من ناقص، عيطت للبنات اللي راه غاديش نمشيو حتى من بعد ان شاء الله. عجنت هنا واحد الدلكه ديال العجينه، كنتم واحد الدلكه العجينه، ونط هنايا البنات درت المسمن، ها هو عجنته حتى هو خليته كيرتاح. واخا ما تعجنوش مزيانه خليوه يرتاح وديروا ليه زويته راه كيجي مزيان. الحمص ها هو درته في الماء، صراحه الحمص تقطعوا لي غير بتيسان، ما كانش عندي انا الحمص مرطب، فسختو زدت ليه الماء وفسختو. والكرافس والربيع جابهم ليا مصطفى، غادي نزرب على هاد الحريره نقطعها ونحطها، نطرف ما نديرهاش دابا، ونقطع شويه الكفته والبصله ومطيشه والفليفل، بصله وكفته وفليفله نشحرهم باش ندير لها مسمنات، وندير حرشه، وندير واحد الكيكه ديال الليمون. هي اللي غتكون كوصف هاد الفيديو، لانها كتجي زوينه بزاف بزاف بزاف، ما نقول لكمش واحد المذاق كيجي فيها خطير بزاف، غنشاركها معكم ان شاء الله. المهم تشاركوني الاجواء هكا. انا صراحه شحال هادي ما بقاش عندي حتى واحد، ملي كانت جات عندي امي اخر مره، دابا غادي تجي هي وليداتها وراجلها. يلا خليكم معايا، نقطع الربيع ونرجعوا نتلاقاو ان شاء الله باذن الله. صافي البنات راني رديت هذيك البصيله والفليفله يتشحروا، وكررت الخبيز، ودابا راني دازت باش نلقى هاد العطريه الحريره، شويه السمن نضربهم يتقلاو على خاطر مع واحد نص كويس الماء باش تجيني ديك الحريره مشحره وزوينه وبنينه. حريرتي ما فيها لا لحم ولا والو، ولكن كتجي بنينه بزاف. انا خليت الاذان، واحد الاخت قالت لي بقيت خلي الاذان ما تقطعيش، كنت الشوكولاته غادي نزيد الماء. هذه هي العطريه اللي درتها البنات اللي قالوا لي شاركي معنا لانسبيراتور، انا شطت بسبيعه جربتها البارح فاش كملت معكم التصوير، جربتها في الزربيه ديال الصالون وجمعت لي داك الشيء رقيق وخشمعاته. وبالنسبه للاخوات اللي قالوا لي لا راه خديتها غاليه، انا لقيت وحده 300 ولكن في الوات ناقصه، وماشي نفس لا مارك، هاد الماركه اسبانيا على ما اظن، على ما كاتبين في الكرتونه وصافي. واش غنقول لكم انا الحاجه ملي كتشكرها لي مريم كناخذها، لان انا عارفه داكشي كتاخذو هي للدار كناخذ منه انا، وهي بغات خذات لدارها وخديت حتى انا، حيت عييت باش الشطابو حتى نهيره طلع لهاد مابقاش بغات تشطب بالشطاب. صافي دابا غادي نخرج المسمن حتى هو يرتاح باش نبدا فيه. دابا هذا البنت هي خديت هاد البانيو الحديد، هذا حتى هو خديتو البارح ونسيت ما وريتوش لكم، هذا خديتو ب 20 درهم. كريمة خدات من الصغير حتى الكبير، المهم المسمن انا ما نديروش صغير شويه وصافي، خليها نغطي ونخليها ترتاح. صافي غنجبد البلانشه، واخا هي البلانشه راه غنمشي نديها عند المعلم يرجعها لي، ما تبقاش تسكت حيت ولات كتسكت اكثر من كتخدم، ولات كتفقصني. هذاك الشيء باش كتشوفوني وليت كندير غير المقله. صافي نخرجو كامل، شتو يا البنات ملي كتخليو المسمن يرتاح ما كيعذبكمش واخا ما يكونش معجون مزيان. انا راه كملت هذوك المربعين جات حالا خيط صدمات، عرفتي علاش؟ حيت قلت لها في التليفون انا دايره معايا السلام عليكم البنات كديري لاباس كتشوف بخير، انا دارت معايا غير واحد الخياطه هي وصحابها صاحبتها باش حطوا جلالب ثلاثه ماشي مشكل، انا غنمشي مع دوستي لجيت الربيع خرجونا حدانا ماشي مشكل، جيت قايتها ولا تتسوق كنشوف. لا نقول لكم علاش، دابا تمارا وعرفتي عازو الخبز بحال ما عرفتني جايه. لا راه قلت لها قلت لها يمكن ما كتبغيش، دابا انا بغيت نخرج ما عاجناش الخبز البنات ديال الدار، هي ما كتبغيش خبز الزنقة انا عارفاها. وراه في باريزيت ما بقاش عاجنا نجيبها باريزيت جايبه ربعات الباريزيانات، ديري حساب ما غنكونش.
صافي هي هذيك بدات منعقص، هضرت مع الدريه ديالك ماشي مشكل صافي، وجلست رشوا الفيديو درت معاكم قبيله. الطريقه ما كيخرجش الحشوه البنات، ما كتخرجش على برا كاع زوين. ايوا صافي وجلست درت لها الكوتي حشوه، ما عرفتش شحال هذه ما جات، شحال شرات قبل ملي كانت في قبل من كورونا. لا جيتي جيتي هكا جيتي صافي. دابا تقريبا الخبز البنات راه تقريبا قرب يطيب لكم اختي ربع زوين. حدا انا مشينا داك النهار انا وابتسام. لا اختي والله ما كان سالي شويه بعيد، لا ماشي بعيد، ما كان سالي. دابا راه غنمشي عند الهري نبدل واحد البوله، انا ما عنديش في الطاج والشطف. زوين كبير هو هذا عامر، ولكن هو ناقص اختي هنا. صافي ونقول تم سالي دابا شي شويه نمشي نبدل البوله. ايوا لا ديروا بسي الناس مالحين مالهم. ضل اختي تشهي علينا في نطيب شي حاجه تبارك الله. كنت قريبه ايوا حنا درنا داكشي اللي كتبغي، درت لها الحريره. لا يا ملي كتجي شي ورقه طيب نسمك شي كيعجبك احسن. شتي حطي لي البيت تاعك طيبيك يكون ضربك الزيت. صافي البنات دابا غنجبد البلانشا غنبدا نطيب بالزربه ونعاود ملي بغي مع مراتي نعاود نسخن ونكمل ليه الطياب ديالي. صافي البنات انا بديت كنطيب هاد الشي راه نص طيبه، ولكن حتى شويه ملي نديرو الكوطي ان شاء الله نقاد معكم الكيكه ديال الليمون نديرو حتى الفطور نفطر في الصباح منعشه الفطور. زوينه تانس من جا زوينه. هوش قلتها لكم البنات، البنيات اللي تيقولوا لي راه المسمن المسمن ما تينجحش ليهم، ها انتم راه كيجيو القاع على خاتها. شوفوا عجنوا وخليوه يرتاح، يا ما ديروش ديك الساعه غير عجنوا وخليوه يرتاح. راه عرفتوا كي جا فن، لا هذا ولا العامر كاع جا زوين. انا راه ما درتش داك المسمن بريستيج صغير، هو هذا وحده عندك العسل كاين عندي عسل كاليب جابت لي ديك السيده فاطمه واعره انت غتوقي. راه كنتشرط كتشرط عليا والجبن كاين. اه عندي هي كنشرط كنتصل بلاصه. اه تشرطي اختي انا ما لا ولا ما تشرطي، عندنا حنا عندنا ما تشرطي. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك وقت اللي بغيتي تجي مرحبا الف مرحبا. صافي غير يبان لكم في المقلة تحل بحال هكا حيدو صافي، غير ماشي غير تحطو تهزو زيت تحل باش ملي تسخنو يلاه يجي هو هذاك الطير. ودابا الخبز انا وهي انتوما شحال الخبز. شوفوا 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 عرفتني جايه عارفاها. شوفوا زي الخبز بكري كانت كتجي من الخدمه كتاكل خبزه ديال الطهر. اه بصح ما كذبش على الله واخا ضعيفه واخا ضعيفه. هذا السم العامر الخاوي، وكانت واحد الرسوم تاع نينجا نينجا هذاك نينجا كياكل بزاف غير كتبدا تاكل، والمشكله كتاكل ورقيوقه وعندها غير كرش. حيت الخبز ديال الكرش مو صايحه. اه الخبز ديال الكرش وراه باقي الان عند الكرش ورقيقه. الخبز باقي عزيز عليا حيت انت زدت الخبز. اه الخبز كيدير الكرش. هذا هو الكوتي ديالنا البنات، هما المسيمنه طيبتهم، ها المسيمنات الاخرين سمحي لينا. هذا بشي باوند داكشي جابته لنا حنان، قلت لها علاش جبتي؟ قلت لها حنا ما غاديش تلقاي عندنا الكوتي. لا اختي راه الصواب وصافي. قلت لك جابته الدراري الريحانه. وهذا اللي قسم الله العسل اللي اختي تحط الضومون ديالنا وهي حنان. عندي عسل كيجي زوين مع الفرماج ومسمن كيجي زوين، وحطيت لها زبيده والزبده مع باريزيان. وهذا الباريزيان هادو صينيتي، هذا براد اللي جاب لي مريم، وهادو البنات شريتهم 60 درهم 12 حتى خاص. غادي نصاوب البنات الكيكه ديال الليمون، مقاديرها بسيطه وهي بنينه بزاف. عندي جوج بيضات ما كتعاوجتي دايرين كيكه الليمون اختي. ما كيكه انت ما عندكش معاها؟ لا انا ندوقها ونقول كتعجبني في الفطور. انا ندوقها ونقول لكم كي دايره. كيكه دايره لي دابا انا ملي كنشوف الكيكه دايره عليها انا غادي تحاولي دابا تعوجني يا تما. عطيني الفانيل وهيلا انا قلت زدتي زدتي غتحاسب الصراحه. انا ما قلتش هاد الشيء شفتي قلتي راسك بس ديال الماء غتحاسب. تحاسب علاش؟ حيت ما قلتش علاش غادي نزيد بالعليه. لا صافي غادي تقريبا ندير هنا واحد كاس لاروب، وما كاملش كاس لاروب، نص كاس واحد شوي غادي نطرب وانا وانا كنكب. غادي نعبر واحد الكاس تاع الليمون. غادي كاس صافي صافي كاس كاس الاخر غنسقيو. هاد خليتي لك الاخ قابلين شوفي. انا راه انا راه عصات قلت لها كيتشربي قالت لي لا. هذه ماشي عندي وقفت ورايا. شوف السلادوش تاع بربي الطحين شدي وشي هنا كنضحكوا.
بصي البنات هنا كاس ديال العنبه غادي نزول هاد العصير، هاد العصير هاد الخليط والله الا تلفوا الوقفه ديال ضاريه ولادها دابا الله نبي راسو ويلي ويلي عينوكم خرجوا 55 درت تقريبا 200 غرام ديال الطحين الا جات تقيل زدت شويه الليمون جا خفيف صافي داكشي اللي بغينا كتبي 8 كيفاش 8 وباقي ما خضروش كتبوتو الله يلاه الله محمد راسو في 8 في كاين صافي صافي خشوا ميشا تدعي لي ترى نغربح باينه باقي كاع ما خلطت قلت كتبي 8 راه فهمت انا قلت لك 8 ناري بنتي عندها واحد الضحكه واحد الضحكه كيهربوا الجيران يعني شوفي ضحكي بحال دوك باقي ضحكتي ضحكتي حيت ما كتجي بهم مشي بهم ضحك لا ضحكي ما كتضحكي ضحكي بحال دوك كتضحك واحد الضحكه قلت لك بحال هود غادي نزيد شويه نزيد واحد الربيع تقريبا ما كاملش نص شتو خاصه واحد شويه طحين يلا مدقصه دابا البنات جوج خمارات ها نتوما راني غربلتهم هنايا راه تسستهم عاد تفكرت صافي غنمشي ندهن المول وغنديرها في الفران تاع الضو بالنسبه للبنات اللي ما كيصدقش لي الكيك في الفرن ديال الايتيمات انا غندير معكم الطريقه راه ساهله انا راه كنديرها في فران بارد كنسخنوش وكيجي الكيك عالي وزوين شوفوا الخليط راه خفيف ما تقيلش باش كتجيني ديك الكيكه خفيفه وزوينه الا كان ثقيل وسقيناه عاوتاني بالليمون راه يجينا مدقص صافي البنات ها هي الكيكه درتها في هذا المول هذا راه ما كبيرش بزاف حيت العجينه ما عنديش حيت الخليط ما عنديش كثير باش نديرو في المول الكبير لكن في هذا كيجي رويضه يا سلام ها سلام تعجبني اختي كيكه الليمون ندير الطيب نرجع معكم انا غنوريكم كيفاش غادي نوريكم اي نرف درتها فيه وعلى شحال درتها على درجه الحراره المهم كلشي باش تنجح معكم الكيكه ها نتوما هي البنات فين حطيتها الاول الثاني بعيد على هذه باش ما تحرق ما والو وطلعها طلعها الحاره بشويه وتنفخ ياك دابا انا غادي ديري نهيله ديري البريز انا ديما كندورها مانيال ما كنديرش هنا 40 ولا 50 ديما كنديرها هكا ياك وغنديرها يا البنات على 150 درجه كما كتشوفوا وهنا غادي نشعل لتحت ها هو شعل البوله التحتانيه صافي غنخليها طيب على خاطرها كتاخذش الوقت بزاف كتعطل شي شويه يا البنات تقريبا واحد الساعه حيت هو شي شويه ثقيل ما كيسخنش دغيا ولكن كطيب الكيكه زوين متى تغطيها بعيد الحريره صح ندور فيها ما كتحسش ان شاء الله حم كندور وكندوق زوينه تبارك الله خفاش اللحم الخم هذه الساعه ديال اليوم غادي تعوج ليا اللحم انا خديت يمكن نفعل اللحم واخا نجيب 400 نقص شويه ندير شويه اللحم كتجي زوينه تبارك الله ولكن اللحم ما كتعجبنيش بصح زوينه بلا اللحم انا كتعجبني حريرتي بلا اللحم وكتجي بنينه بزاف بنينه شتي والله ما كتعجبني باللحم علاش ما كنديروش انا عزيز عليا الحيمه تبا ولكن بصح ما تقدرش انا اختي خدي ندير لك مريقه باللحم جوج مرات ما ندير مريقه لا وغدا نعسو نبقاو ناعس نسالي وحده من الباترون نمشي بحال هاتي غادي ناخذ واحد الكاس تاع الليمون وانتم غتشوفوني غنشدو غنصفي في هاد الصفايه نصفي من هاد اللب ديالو وغندير ليه واحد المعلقه ديال السكر وغادي نردو فوق البوطه الكيكه انا غنطفي عليها دابا صافي نردو شويه فوق البوطه واحد شويه وغادي نرجع باش نسقي بيه الكيكه ها انتما يا البنات تبارك الله شفتو كي جات الكيكه وعاد فوق هذا الشيء ما نكذبش عليكم راها شوف شي حاجه اللي خفيفه قطن ريشه انا ما كنخرجهاش من الفران دابا غنخليها شويه اري ليا واحد المعلقه ولا شي حاجه وغنقول لكم شنو كندير لها باش ما تهبطش وغنشدها وغندير لها هكا ما غنسبش الفران غنخليه مبسل ما غاديش نسدو باش الكيكه ما تهبطش ليا غادي نشد داك الليمون البنات وغنخوي هكا نغرقها بالليمون صافي غادي تشرب وندير لها شويه الكوك كيبقى اختياري الكوك ما تديروا ما ديروش صافي يا البنات انا راه غنخليها هكا حتى الصباح عاد نفكها من المول انا بغيتها غير الفطور هكا غادي نرش عليها شويه الكوك كما قلت لكم بناتي صافي يا البنات غادي ندير شويه ديال الكوك ونخليها حتى الغدا كما قلت لكم وغنفكها من المول المهم راه كتجي كبيره وكتجي زوينه
صافي. وهنا غادي تكون سالة النهار ديالنا ولا العشيه ديالنا. المهم روتيني مع ضيفتي ديال الغفله، داكشي اللي وجدت ليه واخا هي راه ماشي ضيفه، راه اختي، ولكن ما علمتنيش بكري. يا الله البنات بالسلامه عليكم، خليت لكم الراحه وفي امان الله.